إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لجميع المشاهدين اللي كشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة القصر الكبير هذا نداء لخوتي المغاربة وخواتاتي المغربيات أنكم تبارطاجيو على أوسع نطاق معنا هذا المسن واللي بصير ما كيشوفش وكيعاني في صمت للأسف الجنة اللي عنده باش نوصل الصوت ديالو للمحسنين ولذوي القلوب الرحيمه والناس اللي كتعمل الخير اكيد المغاربه ديما معودين واكيد المحسنين ديما كيتواصلوا كيقدموا يد العون للناس اللي يحتاجون بارطاجيو الاخوان على اوسع نطاق قصه صادمه قصه ماساويه بكل مقاييس للاسف الشديد هذا المسن السي هاشمي اللي عايش غير بوحدو وحيد لا حنين ولا رحيم حتى الوليدات لم عقلوش عليه عايش غير بوحديته حتى واحد معقل عليه للاسف الشديد حتى واحد ما عايش معاه تصور ان الانسان او مسن بصير حتى واحد ما كيعاونو حتى واحد ما كيقدم له حتى كاس ديال المال للاسف الشديد شوفوا حتى الحوايج ديالو كيفاش عاملن وكيفاش دايرن حتى البيت اللي ساكن فيه للاسف الشديد كيفاش عامل حتى الدار اللي كاريها يقدر مول الدار يجري عليه في اي وقت من الاوقات للاسف الشديد يقدر مول الدار يجري عليه في اي وقت من الاوقات للاسف الشديد هذا نداء لذوي القلوب الرحيمه وهذا نداء لولاد الخير والنداء الناس اللي كيتعاونوا هذا نداء لخوتي المغاربه هذا نداء خوتي المغاربه انهم يتعاونوا معنا ويبارطاجيو على اوسع نطاق معنا السي الهاشمي اللي غادي نعطيه التصريح وغادي يهضر معانا ويحكي لنا على المعاناه اليوميه اللي كيعانيها للاسف الشديد بارطاجيو الاخوان على, على اوسع نطاق الله يرحم ديال الوالدين بغينا الفيسبوك يتزلزل بهذا الفيديو هذا لان القصه صادمه وبكل المقاييس والسي الهاشمي مهدد بالتشرد في اي وقت من الاوقات السي الهاشمي السلام عليكم السلام أه عليكم. الميكرو بسم الله. أسم الله. الحمد لله أه السلام عليكم الاخوان الله يجازيكم بخير انا اسمي تيلي ملاح الهاشمي من القصر الكبير او كنت مزوج بولادي ولاباس عليا ما حاجه وعندي الحرفه ديالي وقال المشاكل سمحوا فيا كل شيء سمح فيا ومشيت كريت بدلت كرا يعني, يعني معقولش عليك حتى ولادك ما عقل عليا حتى شي واحد وبدلت كرا هذه ثمان سنين وانا كرهنايا لا ما لا ضو يعني شالع البوطا وقالس الحمد لله نقول اليوم انتحر غدا انتحر عاونا نقول الله ينعش تاع حرامي المحسنين في البلاد ودابا انت كتشوفني وقال لي الافاس في عيني مشيت غليت عيت منهم للمحسنين وجاب الله واحد المحسن الله يكثر خير المغاربه فيما كانوا وخلص علينا ومشيت درت العمليه في الرباط الشيخ زايد وجيت هنايا وقاو المحسن كيجيبوا لي الماكله وحال النهار جام مول الدار وفرع لي الباب وفرع لي عيني ومشيت داوني ما فين <applause> البصر ديالك رزالي في القرنية بثلاثة مليون بالدواء دياله بكل شيء مع المحسنين ومشيت عند المخزن الله يكثر خير سيدنا وقفوا معايا البوليس تان هنايا قالوا لي ما تشوفوا ولكن ربي سخر فيه بقيت هنايا شي خمسين واحد النهار ويجي يجي هنا الحومة بقى لي فراد وقموا على الكلام مخيرين جا واحد العسكر هنايا هو اللي يحيح عليه وانا نطلع عليه تا جاو البوليس اللي جاو البوليس نعم سيدي مشينا عند البوليس جا بقاء المشكل قلت غدا نديكم عند المخزن قلت له اش فاشتري فيلا جيدي هنايا الا طلقتينا دابا وما كشي عيني عاجب الكفن في يدك بلا ما صد راسك وجيت هنايا بقيت جالس هنا لا حبيب لا رحيم انت كتشوف كنمشي نقوس نمشي نقوس على الماء ما طيب علي صلح ما كيناش الماكله اللي يعطيوها المحسنين ها الطبس حدايا وما كنشوفوش لا مدي يعطيني تاكاز الماء ودابا كنطلب من المحسنين بقيت هيدا حي, حي لا من يعطيني تكز الماء الله يجزيكم بخير لا شيء محسن في المغرب خصني عيني فقط انا نطلب عيني الله يجزيكم بخير انا عايش وحداني انت كتشوف ها الميكا في السطيحه مترا مكان كاين شي واحد في المغرب عايش ها الميكا فوق راسي وحامد الله وشكرنا نقول محسنين في البلاد لكن شيء شي محسن في البلاد الله يكتر خيركم يعاوني على عيني الله يجازيكم بخير وهلا أربع شهور اللي هي كي سالا ليها مول الدار مهدد. أم أدد دابا جايب الصبر دابا الله الله يكتر خير المحسنين في المغرب الله يكتر المغاربة الله يجعل ربي هو يخلصهم لها العمل كنطلب حتى حاجة كنطلبها عيني أما الماكلة ما كنخممش فيها. مع المحسنين الله يجازيهم بخير دابا كنطلب إلا كاين شي محسن أي يبقى فيا في الرحمة لا عيني ما كنطلب حتى شي حاجة الله يجازيكم بخير وأنا يا راه نمره ديالي صفر ستة ثمانية وستين صفر تسعود خمسة القصر كبير الله يكثر خيركم والله يجازيكم بخير لا كاين شي رانا بحال اللي طيحت من الطيارة ما عندي حتى شي واحد إلا الله سبحانه والمحسنين والسلام عليكم الله يكتر خيركم اخوتي الله يجزيكم بخير <applause> اذا كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو متبنين الاوفياء على اوسع نطاق بغينا نوصلوا الصوت للسي الهاشمي بصير المسن اللي كيعاني في صمت للاسف الشديد السي الهاشمي اللي عايش غير بوحدو الى حنين الله هذا نداء بارطاجيوه الاخوان بارطاجيوه الله يرحم بها الوالدين بغينا نوصلوا الصوت للسي الهاشمي المحسنين وذوي القلوب الرحيمه ولاد الخير المغاربه طبيعة الحال كرة المغاربة ولاد الخير المغاربة ولاد الأصل المغاربة ديما كيقدموا يد الخير ديما كيتعاونوا وديما كيوصلوا كيتواصلوا مع الحالات اللي كان صورة السي الهاشمي هي المعاناة ديالكم المعاناة ديالكم وصلناها الناس هما سمعوك وشافوك الرقم ديال الهاتف ديالك احنا وضعناها وانت عطيتيها لهم نتمنى أن الفيديو ديالك يوصل والصوت ديالك يوصل للمحسنين ولذوي القلوب الرحيمه نتمنى انه يلقى اذن صاغيه ونتمنى ان الناس تعاونك وتقدم لك المساعده لانك انت مهدد بالتشرد في اي وقت من الاوقات نتمنى ان الناس تعاونك وتتعاون معك لانك انت في حاجه في حاجه ماسه الى معاونه هذا نداء اخوتي المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو من خارجه هذا نداء المحسنين وذوي القلوب الرحيمة في مكانه سواء من داخل المغرب ولا خارج المغرب اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا يبارطاجي اللي كيشوف راسو انه قادر يتعاون مع السي الهاشمي يتواصل معاه عبر رقم الهاتف اللي كيشوف راسو انه ما قادرش غير يبارطاجي بارطاجي والاخوان أفضّلوا على الخير كفاعل تقدر تكون سبب انت او انت في ايصال الصوت وفي تعاون السي الهاشمي باش نقدوه من هذه العيشه اللي عايش للاسف الشديد هذه هي الدار وهذه هي السكنه اللي عايش فيها الصوره ابلغ عن اي تعليق للاسف الشديد السؤال اللي كنطرحو في ذهني علاش بحال هاد الفيديوهات ما علاش بحال هاد الفيديوهات ما كيطلعوش وما فيهم عدد المشاهده كبير للاسف الشديد للاسف هاد الفيديوهات مع بعض بحال هاد الفيديوهات ما كيطلعوش وبالعكس خصنا يطلعوا بحال هاد الفيديوهات لان هاد الناس هادو خصنا نتعاونو معاهم وخصنا لهم يد المساعده بارطاجيو الاخوان على اوسع نطاق وتفاعلوا معنا الله يرحم بها الوالدين لان هاد المسن اللي عايش وحيد لحنون الرحيم كطالب من المحسنين انهم يتعاونوا معه اذا كنشكر جميع المشاهدين اللي سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه تحياتي للجميع